فرعونة إمبراطورية رامت أطرافها، وحبيبة الرجلين من أقوى رجال روما القديمة يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس. كانت كليوباترا السابعة عام 69 قبل الميلاد، كانت سليلة لأسرة ملكية إغريقية من مقدونيا. سميت عائلتها بأسرة بطليموس الحاكمة. حكمت هذه الأسرة مصر لأكثر من 3 قرون، ونشأت كليوباترا في بلاط ملكي طائل الثروة، وخلال ثورة من أعظم الثورات الفكرية في التاريخ. فمنذ صغرها تعلمت التحدث ب7 لغات بطلاقة، وكانت واحدة من أكثر النساء ثقافة ودهاء من بين نساء أسرة بطليموس الحاكمة. كليوباترا ملكة مصرية شهيرة، وهي ابنة القائد بطليموس الأول أحد قواد الإسكندر المكدوني، واشتهرت بجمالها وذكائها وثقافتها حتى أن المؤرخين قالوا عنها تتكلم 7 لغات. هذا أعطاها شهرة كبيرة وجاذبية أمام أحبائها من أنطونيوس والقيصر يوليوس قيصر. وكما نعرف أن الأسرة البطلمية بقيادة بطليموس بعام 323 قبل الميلاد أسس هذه الأسرة وحكمت مصر، ثم أنجب كليوباترا هذه الملكة الشهيرة التي أطلق عليها الملكة المحبة لأبيها أو الملكة السابعة، وهي الملكة الأخيرة في الأسرة البطلمية التي حكمت مصر. من المعروف أن كليوباترا ملكة مصر الشهيرة في التاريخ، فكان لها ابنها ملك وأخوتها ملوك وأباها ملك، وهي ملكة الملوك، فهي شهيرة في التاريخ وشهيرة في الدراما أيضا. زوجها يوليوس قيصر، ثم زوجة ماركوس أنطونيوس فيما بعد، ووالدة بطليموس الخامس، وهو ما سماه الإسكندريون بقيصرون. أصبحت ملكة عند وفاة والدها بطليموس الثاني عشر في العام 51 قبل الميلاد، وحكمت تباعا مع شقيقاها بطليموس الثالث عشر وبطليموس الرابع عشر وابنها بطليموس الخامس عشر قيصرون، بعد انتصار جيوش الروم أوكتافيان الإمبراطور أغسطس الجديد فيما بعد على قواتها المشتركة. في عمر 18 ورثت عرش مصر، ووفق القانون المصري تزوجت من أخيها ذي 10 سنوات بطليموس الثالث عشر، وعندما أحست بأن ذلك الزواج يعيق مخططاتها قامت بقتله. ذكر بعض المؤرخين بأنها لتثبيت عرشها على حكم مصر فأرادت الزواج، لكن الزواج كان من أخيها وكان صغيرا في السن، لكن قتلته واستلمت زمام الأمور لتثبيت مقاليد الحكم وأمور البلاد، حيث أنشأت جيشا من أتباعها، وفي 48 قبل الميلاد عادت إلى مواجهة أخيها في بيلوسيوم، وهي حاليا ما تعرف
بورسعيد أو مدينة بورسعيد على حدود مصر، أدى مقتل الضابط الروماني بومبي الذي طلب اللجوء من بطليموس الثالث عشر في بليسيوم ووصول يوليوس قيصر أدى إلى سلام مؤقت. أدركت كليوباترا أنها في حاجة لدعم الرومان، أو بشكل أكثر تحديدا دعم قيصر لها، إذ كان عليها استعادة العرش بأي شكل من الأشكال. يقول المؤرخون أن كلا من كليوباترا وقيصر سعيا لاستخدام الآخر، فقيصر سعى للمال لتسديد الديون التي تكبدها من والد كليوباترا من أجل الاحتفاظ بالعرش، في حين أن كليوباترا كانت عازمة على الاحتفاظ بعرشها وإذا أمكن استعادة أمجاد البطالمة الأوائل واسترداد أكبر قدر ممكن من سطوتهم، والتي شملت سوريا وفلسطين وقبرص. وصل يوليوس قيصر إلى مصر، إلا أن كليوباترا منعت من لقائه، لكن بدهائها استطاعت مقابلته فأثارت إعجابه. وكما هو معروف دخلت إليه بذكائها وحنكتها عبر سجادة كانت ملفوفة لفة أسطوانية وهي كانت بداخلها، وعندما شاهدها بهر في جمالها وأنوثتها وطلب منها الزواج وتزوجها. لكن الأحداث التاريخية سجلت موت القيصر، و استطاعت أن تتزوج رجلا آخر هو أنطونيوس الذي صارع مع كليوباترا أوكتافيوس هذا القائد الشهير. هكذا بدأت علاقة تاريخية بين قيصر وكليوباترا في القصر الملكي، فقد قرر الوقوف إلى جانبها وإعادتها إلى عرش مصر، لكن أوصياء أخيها حرضوا جماهير الإسكندرية ضد كليوباترا. عقدت كليوباترا اتفاقا مع قيصر تعلن بموجبه في مصر زواجها منه، وأن يعلن هو الخبر في روما عندما يصبح إمبراطورا هناك. أنجبت كليوباترا طفلا من قيصر، وانتقلت عندها إلى روما في انتظار اليوم الذي يصبح فيه قيصر امبراطورا ويعلن زواجها رسميا، فتصبح بالتالي شريكة له في عرش الامبراطورية الرومانية. طبعا تزوجت من يوليوس قيصر وأنجبت ولدا، لكن ربما الأحداث السياسية أدت إلى مقتل يوليوس قيصر وهو حبيبها الأول، ثم ظهر على الساحة السياسية القائد أنطونيوس الذي تزوج من أخت أوكتافيوس، وبسبب الأحداث العارمة والخطيرة في روما استدعى مجلس الشيوخ أنطونيوس، وإلا سيفقد منصبه في تلك الفترة. وبقي قيصر إلى جانبها 3 أشهر، وتوطدت أواصر العلاقة بينهما، وقد ولدت له بعد رحيله طفلا أسمته بطليموس قيصر أو بطليموس 15، وهو ابنها الذي حكم فيما بعد. وأطلق عليه الإسكندريون آنذاك اسم التصغير قيصرون. إلا أن يوليوس قيصر توفي، فاضطرت كليوباترا للعودة إلى مصر.
وبعد وفاة يوليوس قيصر حبط أنطونيوس وتوحدا لقيادة الحكم في تلك المنطقة، وأيضا جعل هذه الأمبراطورية واسعة النطاق والحدود. لكن هناك شخصية قيادية كبيرة اسمها أوكتافيوس استطاع أن يحارب كليوباترا وزوجها يوليوس قيصر، وحقق النصر عليهما في معركة أكتيوم في 31 قبل الميلاد. وفي هذه الحالة يطوي التاريخ صفحة ناصعة من تاريخ كليوباترا السياسي، وكما هو معروف حكمت من سنة 69 إلى 31 قبل الميلاد، واستطاع أن يسجلها التاريخ بسبب حنكتها السياسية واستراتيجيتها الكبيرة التي كانت تريد أن تبني إمبراطورية مصرية كبيرة واسعة النطاق تضاهي الإمبراطورية الرومانية. وبعد اغتيال قيصر في روما انقسمت المملكة بين أعظم قواده أوكتافيوس وأنطونيوس، فقرر أوكتافيوس أن يضم مصر إلى الإمبراطورية الرومانية، لكن كان أمامه الكثير من العواقب، ومن أشدها ماركوس أنطونيوس مارك أنتوني الذي أراد في أن ينفرد بحكم الإمبراطورية الرومانية. ومن ثم فكرت كليوباترا أن تصبح زوجة لماركوس أنطونيوس الذي قد يحكم في يوم ما الإمبراطورية الرومانية بأكملها. نجحت كليوباترا بتحويل أنظار أنطونيوس إلى الإسكندرية، إلا أنه سرعان ما عاد إلى روما نتيجة للاضطرابات الحاصلة فيها. في روما تزوج أنطونيوس من أوكتافيا شقيقة أوكتافيوس، وبقي بعيدا عن كليوباترا إلى أن خرج للإشراف على حملته في بلاد الشام. في الحقيقة عندما تزوجت أنطونيوس بسبب الأحداث السياسية وتدهور الأوضاع في تلك المنطقة أراد الذهاب إلى روما، وتزوج من شقيقة أوكتافيوس. هذا نسميه زواجا سياسيا، ربما للسيطرة السياسية والتغلب والسيطرة على مقاليد الأمور ومقاليد الحكم، إلا أنه عاد وتزوج من كليوباترا. وكما ذكرت بأن هناك معركة كبيرة جدا حدثت في منطقة أكتيوم سنة 31 قبل الميلاد، واستطاع أوكتافيوس تحقيق النصر عليهما، وهكذا يطوي التاريخ صفحة ناصعة من تاريخ كليوباترا السياسي والاجتماعي. وكان مارك أنطوني متزوجا من أوكتافيا أخت أوكتافيوس الذي يشاطره أو يحاول أخذ المملكة بأكملها أو الإمبراطورية كاملة، ومنع الرومان عليه التزوج بخير رومانية. وهنا ظهرت مشكلة ارتباطه بكليوباترا، وأصبح حليفا لها بدل من أن يضم مصر للإمبراطورية الرومانية. وهنا بدت مشكلة جديدة في تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين. استدعى أنطونيوس كليوباترا وأعلن زواجه منها، واعترف بأبوته لتوأم أنجبتهما منه. عاد من حملته منتصرا وأقام الاحتفالات في الإسكندرية. فلما ذهب إلى روما استطاع أن يرسل إلى كليوباترا وهي تقيم في الإسكندرية، حتى وصلت إليه وتزوجها وأنجب طفلين، أولهما اسمه الإسكندر والثاني اسمه بطليموس، واستطاع أن يعطي بعض الولايات الرومانية إلى ولديهما. لكن مجلس الشيوخ تذمر من هذا الوضع بعد شكوى أوكتافيوس لمجلس الشيوخ في روما، وقال بأن أنطونيوس يعطي بعض الأراضي والولايات الرومانية إلى كليوباترا أي إلى المصريين. وهنا احتدم الصراع بين الطرفين، وقاد أوكتافيوس
اسطولا بحريا بتوجيه من مجلس الشيوخ لمحاربة اسطول كليوباترا وأنطونيوس، ووقعت معركة كبيرة وشهيرة قرب الشواطئ البحر الأبيض المتوسط، وأطلق على هذه المعركة أكتيوم. كان طبيعيا أن تصبح كليوباترا تحت سلطة السيد الجديد أنطونيوس، فلتحاربه بسلاح الحب والجمال، ولم تنتظر حتى يأتي إليها في الإسكندرية، ولكنها أبحرت على متن سفينة فرعونية ذهبية مترفة من الشواطئ المصرية، وكان أنطونيوس قد أرسل في طلبها عام 41 قبل الميلاد. أراد أنطونيوس أن يجعل الإسكندرية عاصمة للإمبراطورية الرومانية، وأعلنت كليوباترا ملكة الملكات، ووزعت الولايات الشرقية للإمبراطورية الرومانية بينها وبين طفليها من أنطونيوس. وجدت كليوباترا نفسها إمبراطورة للمرة الثانية، وكل ما تبقى لتحقيق ذلك هو أن يطيح أنطونيوس بأوكتافيوس. عندما وصل إلى مدينة ترسوس في كيليكيا، وذلك ليحاسبها على موقفها المتردد وعدم دعمها لأنصار يوليوس قيصر. طبعا هنا أعجبت كليوباترا بأنطونيوس، ليس فقط لشكله الجذاب حيث كان وسيما، وإنما لذكائه أيضا، لأن كل التوقعات في ذلك الوقت في هذا كانت تؤكد فوز أنطونيوس. ومن ثم أعد أنطونيوس جيشا من أقوى الجيوش، وتابعت كليوباترا الجيش عن كسب، وتابعت خطة الحرب. عندها جرت معركة أكتيوم البحرية الفاصلة غربي اليونان، وقررت مصير الحرب. خسر أنطونيوس كثيرا من سفنه في محاولته كسر الحصار الذي ضرب حوله. وقد تسارعت الأحداث، وعملت كليوباترا كل ما في وسعها لتفادي الكارثة بعد وصول أنباء الهزيمة إلى مصر. وقام أنطونيوس بمحاولة يائسة للتصدي لقوات أوكتافيوس قيصر روما الجديد، التي وصلت إلى مشارف الإسكندرية في صيف عام 30 قبل الميلاد، والذي وجد في أنطونيوس عقبة أمام انفراده بالحكم. ولكن جهوده ذهبت سدى، وعندما بلغه نبأ كاذب بموت كليوباترا فضل الموت على الحياة. تعددت الروايات عن سبب وفاة كليوباترا، حيث ذهب بعض المؤرخين إلى أنها قتلت نفسها بلدغة أفعى، وبعضهم أرجعه إلى تجرعها السام، وآخرون اتهموا أوكتافيوس بقتلها خوفا من طموحها. بعدها عادت كليوباترا إلى الإسكندرية بعد خسارتها وماركوس أنطونيوس، وخافت كليوباترا أن تؤسر مثلما فعل بأختها كليوباترا السادسة، وورود خبر انتحار الأخيرة بعد الهزيمة في معركة أكتيوم أمام أوكتافيوس. قررت الملكة حينها الملكة كليوباترا الانتحار عن طريق لدغة أفعى الكوبرا السامة، والتي كانت أغرب طرق الانتحار في ذلك الوقت. ولكن ينفي البعض أن تكون قد انتحرت بالأفعى، لأنه من الطبيعي بعد لدغة الأفعى المميتة أن يصبح لون الجلد أزرق، ولكن جلد كليوباترا
كان في أبهى جماله، وكان سبب الانتحار أنها لم تكن تريد أن تمشي في شوارع روما كأسيرة مكبلة بالحديد في مواكب النصر الرومانية، كأسيرة لإكتافيوس. فالسبب فيما يبدو أن عزة نفسها وكرامتها هونت عليها الموت بدلا من الحياة ذليلة كما يجمع المؤرخين. بعد طبعا مقتل زوجها، أو ربما قيل أنه قتل بالسم، أو ربما انتحر وضرب حنجرته بالسكين، ورواية أخرى تقول بأن كليوباترا عندما سمعت ذلك أيضا انتحرت في تلك الفترة. ونستطيع القول في النهاية بأن التاريخ طوى صفحة ناصعة من تاريخ كليوباترا، هذه الملكة التي حكمت مصر، وهي الملكة السابعة البطلمية التي حكمت على عرش مصر، وانطوت صفحة أخرى